بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم في حلقة جديدة هنجاوب فيها على سؤال بيتبادر لذهن أي إنسان وهو قاعد قدام يعني منضدة الغذاء وبياكل وبيشوف قدامه فاكهة، قدامه خبز، قدامه خضار، وطبعا فيه لحوم والكلام ده. لكن احنا هنتكلم على الثلاث حاجات المفيدة جدا للصحة: الفاكهة والخضار والخبز. مين فيهم اكثر فايدة؟ مين فيهم اكتر في الاكل منه؟ وبأنه نوعية وأنه شكل؟ لان الثلاث حاجات دول في ابحاث كتيرة جدا ظهرت قديمة كمان بتقول ان الحاجات دي مفيدة للصحة، يعني بتقاوم ظهور امراض كتير من اهمها امراض الشيخوخة والامراض المزمنة. الكلام ده في بحث جميل جدا اتعمل في اكبر جامعة من جامعات امريكا، واللي اهتم بالسؤال ده دكتور في كلية الصحة العامة في جامعة كولومبيا وفي نيويورك، ومعاه بقى 10 باحثين، اللي من جامعة واشنطن واللي من جامعة هارفارد واللي من كاليفورنيا سان فرانسيسكو، كلهم عاوزين يجاوبوا على السؤال: لو الإنسان قدامه الأكل بتاعه خبز، فاكهة، خضار، ياكل مين أكتر؟ وأنه خبز ونوعية الخبز دي شكلها إيه؟ الأخ روباك شيفاكوتي ده اللي هو رئيس أو قائد البحث ده عمل بحث على 4125 شخص لمدة 26 سنة علشان يجاوبنا على السؤال ده اللي كتير جدا بيستنوا الإجابة عنه. ونشوف وهنلاقي مفاجأة جميلة جدا ومفيدة جدا للناس. عشان يعني يجاوب على السؤال ده لازم يربط بين صحة الناس وبين شيء معين يقدر يقيسه ويقدر يعرفه. فأول حاجة اختار نوعية من البشر فوق سن 40-45 سنة. دول ليه بقى؟ لأنه على مدار 26 سنة هيكون ظهر عندهم أمراض كتير جدا، الأمراض الشيخوخة بقى ما تعدش، عندهم أمراض القلب، جلطات في القلب، تصلب شرايين، حاجات في المخ، نظر ضعيف، اللي بيجي له سكر واللي بيجي له ضغط، مشاكل الدنيا وهم الدنيا كله بقى بيبدأ يظهر عليهم بعد سن 45 سنة. وفي ناس ما بيجيلهاش، بتأخر، وتلاقي ناس صحتها حلوة كده، وفي ناس بتعيا بدري قوي قوي. فهو عاوز يشوف مين في الأكل دول اللي هيأثر على الصحة. فدراسة اتعملت سنة 1989 على 4125 واحد دول، جابوهم وكان الشرط انهم يكونوا أصحاء. تعالى يا أخ انت سليم، ساعد في بداية الدراسة، ما عندوش أمراض، ويجي بقى كل 6 أشهر يتابعوه ويسحبوا عينة من دمه على الصايم ويحددوا عناصر معينة لها علاقة بالدراسة. إيه العناصر دي بقى لها علاقة بالدراسة؟ تتوقع إيه؟ أنا يعني كباحث عاوز أشوف إيه في دم الناس دول له علاقة بالغذاء، له علاقة بالنوع الغذاء اللي بياكله. فلقوا ان هم يشوفوا حاجة اسمها عناصر الالتهاب. جماعة اللي بيكبروا في السن، كل ما تكبر في السن وسنك يزيد بتزيد افرازات داخل دمك، افرازات مدمرة لخلايا الجسم، بيسموها عناصر الالتهاب او مواد التهابية. المواد الالتهابية دي بتطلع بتركيز قليل، انت ما تحسش بيه غير مع الزمن، تبص تلاقيها دمرت الخلايا وجابت لك أمراض، تجيب الأمراض المزمنة بقى اللي بتصيب الإنسان، أمراض القلب، أمراض الضغط، المفاصل، كل الحاجات دي بسبب عناصر الالتهاب. العناصر الالتهابية دي يمكن قياسها في الدم بسحب عينة. هات عينة من أي واحد عجوز وواحد تاني عنده 20 سنة، هتلاقي العناصر دي حاجة اسمها انترليوكين وحاجات مواد التهابية كتيرة بتبقى عالية عند الرجل العجوز ده، وتلاقيها مرتبطة بالأمراض دي. فهم قالوا طيب كويس، احنا بقى هنربط بين الأكل اللي هياكلوه الناس دي على مدار 26 سنة والمواد اللي هنقيسها في الدم دي، وهنربط بإيه في الأكل؟ الألياف اللي في الأكل، لأن الخضار والفاكهة والحبوب أو الأكل بيشترك ما بينهم وجود ألياف.
وجود الالياف. وفي ابحاث كتير جدا تقول لك ان الالياف دي المواد الليفيه اللي في الاكل دي اللي في الخضروات دي مفيده جدا، هي والحبوب والكلام ده. طيب يا سيدي تعالى سجل الناس وسجل اساميهم وسجل ارقامهم وقيس حالتهم بقى عند البدايه، يعني النهارده سنه 89 حلل له كل العناصر دي وسجل عندك 4125 واحد، وكل 6 اشهر يجيب لك عينه او تروح انت تجيب من عنده العينه من البيت صايم الصبح وتروح تحللها وتقيس نفس العناصر كل 6 اشهر على مدار 25 سنة، بدأت سنة 89 وانتهت سنة 2015 ولغاية سنة 22 في اخرها كانوا بيحللوا الايه النتائج الرهيبة، ملايين النتائج، واستخدموا برامج بقى بحيث ان هي تشوف الفروق اللي بين الناس ديت، لان بعضهم كان بيدخن وبعضهم ما بيدخنش، بعضهم له عادات معينة، في منهم نصهم كان 40% منهم ستات، 60% منهم رجالة، فالنوع الجنسي بيفرق، فبيدخلوا الحاجات دي في المعادلات. في منهم ناس كانوا أسيويين، حوالي 3-4 من أسيويين، ودول لهم طبيعة تكوينية في إنزيماتهم لوحدها كده. في ناس منهم كانوا سمر، جماعة السود بتوع أمريكا، حوالي 183 واحد من 4000 كانوا سمر، وبرضو دول لهم إنزيمات خاصة بيهم في جسمهم، والباقيين كانوا من النوع الابيض اللي هم المنتشرين او يعني القطار في امريكا، ودول برضو لهم طبيعه. ففي بيدخلوا بقى معادلات تكنسل الفروق اللي بين البشر دي عشان يقدروا يحصلوا على النتائج. وكانت المفاجاه بعد 26 سنه من البحث، يعني التي انا يعني فاجئتني انا شخصيا، انا كنت متوقع ان الخضروات هي افضل شيء. ليه؟ لان الفاكهه فيها الياف لكن فيها سكر، فممكن تأثر على مرضى السكر أو ترفع السكر أو الكلام ده. العيش، إحنا أكتر شعب بياكل عيش، وإحنا أكتر شعب الدنيا بايظة معاه، أمراض القلب والسكر بتاع الدنيا بايظة معاه، والعيش يعني والخبز مشكلة كبيرة. فإنما الخضروات فيها الألياف لكن ما فيهاش الإيه المشاكل دي، والعيش فيه سكر طبعا كتير. فهم لقوا حاجة جميلة قوي، لقوا عموما زي ما إحنا قلنا اللي بياكل فاكهة وخضار أو وحبوب اللي هي في الخبز، وهنتكلم على انه خبز بالظبط دلوقتي، دول صحتهم احسن. فمثلا اللي بيزود 5 جرام من الالياف يوميا، يعني التلت زي احنا قلنا الاستخدام 16 عندهم 16.5، فاللي زود 5 كمان من الحاجات الخضروات والالياف ديت والكلام ده، مؤشرات الالتهاب عنده بتقل جدا، ومؤشرات الالتهاب دي اللي قلنا ان هم بيتوقعوا ان هي سبب في الامراض دي كلها. ولو ان الالياف الجماعه اللي بياكلوا اللي بياخدوا معظم الكميه بتاع الالياف بتاعتهم من الخبز من الحبوب، هم الاحسن صحه والافضل صحه، والالتهابات دي عناصر الالتهاب اللي اتكلمنا عنهم دي اقل ما يمكن، ونسبه اصابتهم بالامراض المزمنه هي اقل ما يكون عند الناس دي. وطبعا في تفاصيل في البحث اكتر مما انا بقوله، ادعو الناس المهتمه انها ترجع للبحث ده. فمثلا بيقولوا ان احنا اكتشفنا ان الخبز والالياف اللي في الخبز دي مش بتقلل الالتهابات قوي بدرجة تقليلها للأمراض دي، يعني بتقلل الأمراض دي درجة كبيرة جدا لا يعبر عنها إن كمية الالتهابات اللي قلت. ففي سبب تاني، الألياف بتاع الخبز بالذات على وجه الخصوص بتقلل بيه الأمراض دي. أمال المشكلة بقى عندنا إحنا، ليه في دولنا العربية الأمراض دي منتشرة بصفة كاسحة؟ وليه يعني الجماعة اللي بياكلوا العيش، احنا من اكتر الشعوب اكلة الخبز، العيش عندنا في الفطار وفي الغداء وفي العشاء، وليه برغم كده احنا صحتنا اوحش حتى من صحة الامريكان؟ هل لان احنا بنمارس رياضة زيهم؟ هل لان احنا عندنا ضغوط عصبية شديدة جدا عندهم؟ هل لان نسبة المدخنين عندنا اعلى منهم؟ ولكن انا في توقعي ان كل دي اسباب طبعا، لكن في توقعي لان نوعية الخبز اللي احنا بناكله عندنا بالذات في مصر ولا اعلم الدول العربية هي نوعية ضارة جدا بصحة الانسان. احنا بنعمل ايه عندنا في الخبز؟ بنجيب
الحبوب بنستوردها من بره او حتى اللي مزروعه عندنا في مصر، واحنا عندنا الاستيراد كتير جدا، وبنطحنها وبننخلها ونشيل منها النخاله. النخاله دي هي اللي فيها الالياف، وبنحولها لدقيق شبه بيسموه دقيق زيرو او شبه زيرو، منزوع النخاله، منزوع بيسموها الرده عندنا في مصر، منزوع النخاله، وبنخبز بيها العيش وبنديه للناس، وكده بناخد المفيد نرميه. النخاله دي بتروح بعد كده للحيوانات، نفيد بيها الحيوانات ناكلها، وبنسيب بقى الجزء الضار يعني او الاقل فائده هو اللي بنديه للانسان المصري، وهو ده اللي بيضره، وبالتالي هو بياخد من الخبز الضرر اكتر من الفائده. فانا نصيحتي للقائمين على الامر في مصر ان النخاله دي يا جماعه دعوها، اتركوها في الخبز، خلونا ناكل الخبز البني بالنخاله، احنا عاوزين ناكله بالنخاله بتاعته، ما تنخلوهوش، لو سمحتوا ما ترمولناش، ما تودوش الرده دي للحيوانات، اكلوا الحيوانات ذره وحاجات تانية، شوفوا ايه يعني المختصين يشوفوا ايه اللي بيفيد الحيوانات في الاكل. دعوا النخاله موجوده في الخبز وستروا التغير الكبير في صحه المصريه. في بحث ان شاء الله قريبا هعرضه بيحسب بالجنيه المصري قد ايه الدوله ممكن توفر بالجنيه فلوس لو استخدمت الحبوب الكاملة، ودي فلوس بالمليارات. انا طبعا مش هقدر اتكلم بالتفاصيل ده عن البحث، لكن لما اجهزه يعني واعرضه، وده هيكون دليل دامغ معمول في دول اجنبية على قد ايه الدول ممكن توفر في صحة الناس لو استخدمت الخبز الكامل، الحبة الكاملة، العيش البني اللي فيه النخالة بتاعته. ده ملخص بسيط عن البحث ده، وانا هسيب البحث ده في صندوق الوصف للمتخصصين في موضوع التغذية، واللي يحب يهتم ان هو يقراه، وهتلاقوا ملخص بالعربي فيه. ده اللي عندنا النهاردة، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.